السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدود حكينا إنها أساسية في القرآن ولابد إن نقرأ فيها ما نضيعهاش، وقلنا شجرة المدود، المدود في القرآن ما هو إلا 9 مدود لا عاشرة لها. يقولوا لك في مد كذا في مد كذا ويسموا لك إياها أسماء تانية، ما هو إلا 1 من هدول مغيرين اسمه بس أو إله اسم ثاني. طيب قلنا إنه في مد طبيعي الحر لما يكون حرف بهالشكل هذا وليس عليه حركة المد فهو مد طبيعي، أجا قبله همزة صار مد بدل، أجا بعده الهمزة صار عندي يا إما مد واجب يا إما مد جائز، في كل الحالتين من 4 إلى 5 حركات في قراءة حفص. جاء بعده سكون سواء كان سكون أصلي بشدة أو من غير شدة أو سكون عارض بسبب الوقف يمد ونطول بالمد، فإذا كان أصلي 6 حركات لزوما، مش على كيفي ولا على كيفك لزوما، لكن السكون العارض عندك اختيار يا إما 2 4 6 على كيفك، بس المهم كل تلاوتك تكون على حسب اللي انت اخترتي، يا إما 2 يا إما 4 يا إما 6، أما مرة 6 مرة 4 مرة في نفس التلاوة الواحد ما بنفع، مش صح. طيب نيجي للمد الثاني اللي هو عندي الواو والياء الساكنتين اللي عليهم رأس الخاء اللي بنسميه حرف لين وقبله فتحة، فتحة واو ساكنة عليها رأس الخاء قبلها فتحة، يا ساكنة عليها رأس الخاء قبلها فتحة وبعديها حرف ساكن في نهاية الكلمة، هذا بنسميه، والسكون هذا أساسا ليس أصلي، عارض. عرفنا إيش معنات عارض، يعني هو أساسا حرف متحرك ولكن بسبب الوقف سكن. يتولد عندي مد بنسميه مد لين، نلحقه بالمد العارض للسكون 2 4 6 زي اختاري، بس هنا هذه حروف لين وليست حروف مد، انتبه. واو بيكون عليها رأس الخاء وقبلها فتحة، يا بيكون عليها رأس الخاء وقبلها فتحة. مثال البيت، خوف، ها هدولة هي أصلا متحركة الحرف اللي بعده بسبب الوقف سكنت وصار عندي مد لين بس. أما تقولي لي في حرف مد اللين، لا هو حرف لين حرف عادي ساكن، متى بيصير مد؟ في حال الوقف، في حال الوقف إذا كان حرف اللين قبل آخر حرف متحرك في الكلمة. مثال البيت، البيت، خوف، وهكذا. طيب عندي مد بنسميه صلة، مد الصلة، صلة صغرى صلة كبرى، شرط يكون قبل حرف المد يتولد المد بسبب الصلة، بسبب الصلة يكون عندي ها وإلها شروط طبعا، وبعديها بنلاحظ يا مقلوبة أو واو صغيرة مقلوبة، واو عادية صغيرة أو يا مقلوبة، موجود في القرآن كتير كتير، بس انتبهي إنه الياء المقلوبة الصغيرة أو الواو الصغيرة قبلها حيكون فيها، سيبيكي من الشروط واو إلى آخره، المهم هاي شروطها مكتوبة واقع بين متحركين الثاني منهما ليس همزة قطع، واقع هي ها بنسميها ها الغائب، ها الغائب ضمير الغائب واقع بين متحركين، الها هاي واقع بين متحركين منه ليس بعديها همزة صار عندي صلة صغرى 2 حركات، يعني بقى الصلة الصغرى هاي بقول عنها مد طبيعي.
ألحقها بالمد الطبيعي. ليش؟ لأني حجيبها اثنين حركة بس. حتلاحظي أنه في واو صغيرة أو يا مقلوبة صغيرة ما عليها حركة المد. خلص اعرفي أنك حتجيب اثنين حركة في حال الوصل، شرط في حال الوصل، لكن في حال الوقف لا، فهي ها عادية طبيعية. نعم، إذا وقفت على الها بوقف على ها، لكن إذا وصلتها بالحرف اللي بعدها هنا يتولد مد، فننتبه إله. إذا كانت الواو الصغيرة أو الياء الصغيرة عليها حركة المد، الألف المنبطحة هاي، إيش بقول عنها؟ صلة كبرى، من 4 إلى 5 حركات، من 4 إلى 5 حركات. إذن صار عندي كم مد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. التاسع، إحنا قلنا 9 لا 10 لها. تنوين الفتح، تنوين النصب لغير هاء التأنيث. أي حرف عليه تنوين نصب بدي أوقف عليه يتولد حال الوقف مد عوض، يعني بعوض، بشيل الفتحتين وبعوضهم بألف مدية 2 حركة. وهنا برضو بقول لك يعتبر من المدود الطبيعية، يعني 2 حركة. تنوين النصب لغير هاء التأنيث، عليما عليما، لكن الهاء لا، التار مربوط، أو هاء التأنيث إذا جاء بعد عليها فتحتين، مثال جنة حقول جنة جنة، مش حقول جنة، بس يستثنى منها الهاء، والباقي أي حرف أي كلمة تنتهي بتنوين فتح وبدي أوقف عليها بأوقف عليها بمد عوض. شو يعني مد عوض؟ عوضت عن الفتحتين بألف مدية 2 حركة. هذه هي المدود اللي قلنا عنها 9 لا 10 لها ببساطة. أعطيك إياها ببساطة، شفتي حروف المد الخالية من الحركة، من غير حركة المد جيبيها 2 حركة. شفتي حروف المد وعليها حركة المد، الألف المنبطحة، على طول طولي الحرف، طول المد وزيدي من طوله. وإحنا نختار كم؟ 4 4 4 4، فنختار 4 لأنها متكررة، وبنجيب المدود على هالأساس. طيب، اللهم المد اللي هو اللازم وسهل جدا، قلت لك انه بكون بعديها شدة، وكلمة واحدة فقط في القرآن اللي ما في شد فيها، اللي هي الآن، الآن وفي سورة يونس، سهل بتنحفظ يعني. هذه بتجيبيها 6 لزوما، حرف مد وبعديها شدة، خلاص جيبي على طول 6 لزوما طوليها. اما باقي الحروف، باقي المدود اللي عليها حرف مد وعليه حركة المد المنبطحة، نجيبها 4 4. هيك أنا من غير ما أعرف نوع المد ولا أدرس المدود ولا أتبحر فيها، أنا أطبق القرآن بشكل صحيح. وبدك بس تعرفي الها في حال الوصل وفي حال الوقف، وبرضو المد الجائز في حال الوصل هو بصير عندي مد، لكن افصل حرف المد عن الهمزة لانها كل واحدة في كلمة، فلازم اني انتبه. في حال الوصل مد جائز، في حال الوقف حيكون مد طبيعي. جاءوا أباهم، لو بدي أوقف على جاءوا حقول جاءوا،
لكن بدي أوصلها، بدي أقول جاءوا أباهم حمد. أيوة، إذن هذا اللي بدنا نفهمه في حال المد الجائز. لو وقفت وفصلت بين الهمزة ومد الطبيعي في هذه الحالة إيش أساوي؟ هجيب مد طبيعي. في حال وصلتهم تولد عندي مد جائز. نفس الشيء هنا، الها وصلتها بالكلمة اللي بعدها صار عندي إيش؟ مد طبيعي أو مد صلة كبرى أو صلة صغرى. ما وصلتها خلاص بوقف على ها وخلاص، وكان الله بالسر علي. وباقي المدود سهل جدا وما فيها أي مشكلة. الله يفتح عليكم، إن شاء الله يكون وضح المد في القرآن سهل جدا. ولكن نصيحة نصيحة نصيحة، وبزيد وبكرر، اللي بده يوازن قراءته صح ويعطي المدود صحيحة ويوازن بينها ويعطي الغنان وإلى آخره، يقرأ مع الشيخ وليس بعد الشيخ. خذي ختمة كاملة مع الشيخ زي ما حكيت، حطي في أذنك سماعة وافتحي شيخ متقن يقرأ بتجويد وبهدوء، زي الحصري، زي أيمن سويد جزاه الله خير يعني. واقرأي بصوت عالي، لا تقرأي بصوت واطي أبدا، ما حتعرف. وبالتالي أنت صوتك عالي وفي فدانك صوت الشيخ عالي، حتصيري يصير عندك ربط بين تلاوتك وتلاوة الشيخ، بحيث أنه يصير عندك انتباه أني أنا غلطت في هذا المكان. انت لا تتوقفي، استمري بالتلاوة، خدي ختمة كاملة بالشكل مرة على مرة. انت حتغلطي، الشيخ حيمشي صح، انت مأمومة ما عليكي، بس حتنتبهي مرة تانية، حتغلطي حتنتبهي، وهكذا بعدين حتصيري انت والشيخ تلاوتك واحد واحد، وتلاوتك موزونة، ما بتنهي الختمة بإذن الله تعالى إلا وانت عندك تلاوة تقريبا ايش بدي اقول لك 80% صحيحة. بيضل عندك يعني اخطاء بسيطة خفيفة في التفخيم والترقيق واشياء يعني مش مذكورة، ممكن مع اي معلم او معلمة تصحح لك اياها وتكوني متقنة للتلاوة ببساطة ببساطة، من غير ما تعرفي احكام القرآن التجويد كلياتها. التلقين هو اساس، التلقين أساس هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.